فتان وقلبه حنان محضاره ملان بالجود والأحسان جمال يسوع فتان وقلبه حنان محضاره ملان بالجود والأحسان حبيبي سبقني بحبه سبقني أتي وعيني عليك جلست بين يديك ووقت نساني شوقي يا ربي إليك وليس سواك أكون ملكا لي أكون ملكا لي فمبتغى يا رضا حبيبي سبقني بحبه سبقني شفاني ورواني بغمره رواني كذبني حبه إلي وعيني عليك جلست بين يديك ووقت نساني عظموا الرب معي ولنعلي اسمه معا هيا لنعلي اسم يسوع اسم يسوع معا فهو الإله الجبار المهوب من له المجد والإكرام اسمه يدعى عجيبا مشيرا أبا أبديا رئيس السلام مكتوب عن اسم الرب اسم الرب برج حصين يرقد إليه الصديق ويتمنى ما فيش يعني شوقي زي ما احنا نقول شوقي يا رب إليك يرقد إليه الصديق ويتمنى يا رب ولع قلوبنا النهاردة بالحب وإحنا بنيجي ليك بنيجي بشوق وباشتياق وبنيجي نسرع إليك مش مفيش كسل لكن في حب اللي بيولع القلب والحياة اللي سمعنا عنها مبارح اللي عنده الحياة لازم تشتغل تكسر وتغلب الموت أمين أمين عظيم الرب معي عظيم الرب معي الإله الكبار المهوب من له المجد والإكرام اسمه يدعى عجيبا مشيرا أبا وربا رئيس السلام عظيم الرب معي عظيم الرب معي لنعلي اسمه يسوع اسمه برج حصين فيرقد له من طلب الاحتماء اسم ستنحني له كل ركبة ممن
في الأرض وفي السماء عظيم الرب معي، عظيم الرب معي، ومعا نعلي اسمه، ومعا نعلي اسمه، هيا لنعلي اسمه، يسوع اسمه، اسم يسوع قوي قدير، أزل السقط والقصاص، من قد أعطانا بدم بدمي ليس بغيره الخلاص. عظيم الرب معي، عظيم الرب معي، ومعا نعلي اسمه، ومعا نعلي اسمه، هيا لنعلي اسمه، يسوع اسمه. المعلم في الترنيمة اللي جاية بيقول رب المراحم بنجيلك، وما أحلى نيجي ونلتمس الرحمة من أبو الرحمة. مفيش رحمة غير عند المسيح، علشان كده خلينا ندخل إلى الأقداس لكي ما ننال نعمة ونجد رحمة عونا في حينه، نلاقي نعمة ونلاقي رحمة كمان. علشان كده بيقول رب المراحم بنجيلك، نسكب نفوسنا عينينا عليك، نمسك في شخصك نناديلك، ارحم ده شعبك مستني. ما أحلى نيجي كده بالقلب المتواضع ونقول له يا رب ارحمني، ارحمني، مش بس للخاطئ لكن كمؤمنين محتاجين نيجي ونقول له ارحمنا يا رب. في أمور كثيرة محتاجين فيها رحمة. في اتنين دخلوا الهيكل، واحد طلب المراحم، واحد تاني رفع راسه فوق، فذهب ذلك مبررا دون زاك. يا ترى احنا بندخل بأي جهة ونحن داخلين محضر الرب النهاردة؟ هل فعلا بندخل نسكب قلوبنا ونقول له يا رب منتظرين مراحمك علينا؟ خلينا نيجي بتواضع قدامه، والرب علشان يرفعنا من كل ضعف ومن كل إحساس بالتعب جوانا، بيقول تواضعوا تحت يد الله القوية فيعمل إيه؟ فيرفعكم في حينه. نيجي نتواضع نقول له رب المراحم بنجيلك، نسكب نفوسنا عيوننا عليك أنت وحدك يا رب، مش عينينا على الناس لكن عينينا عليك يا رب، نلتمس المراحم منك. شخصك لنديلك، ارحم ده شعبك مستني، يا رب شعبك محتاج لك، ارسل كلامك واشفينا، نسقط في يدك ونعود لك، نترجى رحمة تحيط بينا، يا رب افكارك لينا صالحة وقصدك خير وشفاء، حتى سمحت تسلينا، نرجع نردد لينا رجاء، لينا رجاء، انت اللي بتنجي من المور، نجيت ودايما هتنجي، وفي التجارب لينا السور، كل التجارب هتعدي، اسمع صراخ شعبك في الضيق، تنقذ واسمك يتمجد، تفضل ساندنا يا أوفى صديق،
وعدك لشعبك يتجدد يا ربي. أفكارك لينا صالحة وقصدك خير وشفاء، حتى إن سمحت تذلينا نرجع نردد لينا رجاء، لينا رجاء. انت اللي حاسس بألمنا، لازم في وقتك هتجينا. انت اللي شايف أتعبنا وكل هم بيسبينا. اسمع يا سيد لصراخنا، اغفر وعود لنا وحينا. يا رب رجع أفرحنا، اظهر مراحلك ورينا. يا رب أفكارك لينا صالحة وقصدك خير وشفاء، حتى إن سمحت تذلينا نرجع نردد لينا رجاء، لينا رجاء. ما أعظم الرجاء لينا في المسيح، مهما كانت الحالة، مهما كان الوضع، لكن لينا إله حي يستطيع أن يحيي من الأموات. عشان كده لينا رجاء. وصل لأعمق جزء ممكن يصل فيه يعني التعب واللي مفيش رجاء، لكن وصل وحط لينا رجاء بقيامته من الأموات. علشان كده المؤمن في الترنيمة اللي جاية بتقول أنا صابر مش هطرح ثقتي، مستنيك ورجايا أكيد بإيمان وأنات راح تتحقق في حياتي كل المواعيد. ردد بداية الترنيمة للباوربوينت، ردد لي وعودك وكفاية، يا كفايتي دايما وحماية مهما كانت الحالة، ما أنت كفيل إن مهما كان الوضع، وإيماني تثبت يا رجايا. خلينا نيجي كده بإيمان ونقول له يا رب مش هطرح ثقتي، لكن همسك فيك يا رب وهمسك في وعودك الصادقة والأمينة. والكلمة وملاني إيمان
حية أنا ظابط مش هطرح ثقتي مستنيك وراجعياكي بإيمان وأنا الله بتحقق في حياتي كل المواعيد أنا ظابط مش هطرح ثقتي مستنيك وراجعياكي أنا ترى تتحقق في حياتي كل المواعيد لا جيش ولا خيل هتخلصني ولا سيف ولا قوس يدي النصرة دي يمينك بس ونور وجهك وبروحك مش قوة وقدرة لا جيوش ولا خير هتخلصني ولا سيف ولا قوس يدي النصرة دي يمينك بس ونور وجهك وبروحك مش قوة وقدرة أنا صابر مش هطرح ثقتي مستنيك وراجعياكي وأنا ترى تتحقق في حياتي كل المواعيد أنا صابر مش هطرح ثقتي مستنيك ورجاياكي بإيمان وأنا ترى تتحقق في حياتي كل المواعيد الترنيمة اللي جاية بتقول إلهنا حاضر وسطينا كم واحد بيؤمن فعلا أن الرب حاضر في الوسط الأسيس بيضحك يعني مش سؤال يعني الرب موجود في الوسط أكيد أكيد مش علشان أي حاجة لكن لأنه هو وعد وإحنا واثقين في وعوده احنا مش بنيجي نستحضر يعني وجود الرب لكن وجود الرب ده اكيد موجود بالايمان كل عين جايه الاجتماع النهارده وجايه وعينيها واثقه في حضور الرب هتشوفه لانه هو موجود بحسب وعده اجتمع اثنين او ثلاثه واحنا اكتر من اثنين وثلاثه فنكون حاضر في الوسط مبارك اسم الرب عشان كده جايين ومتاكدين وفرحانين إن إلهنا موجود في الوسط ومدام الملك في مجلسه أفاح ناردين رائحته النفس بترتاح وهي موجودة في محضر الرب ونفوسنا إليه بتطلع ونصلي له وهو بيسمع ويسمعنا كلامه كلام إيه؟ كلام طيب كلام طيب للنفوس يا ترى ايه الكلام اللي بنسمعه برا كلام متعب كلام النيوز وكلام العالم وكلام حتى الاصدقاء وكلام الناس متعب لكن ما احلى نيجي ونسمع كلمه الله الطيبه لتطيب نفوسنا يا رب النهارده تعالى ارسل كلمتك بشفاء وتطيب لكل نفس النهارده واعطي يا رب من فضلك راحه لنفوسنا واحنا موجودين في محضرك الهنا حاضر وسطينا خلونا نقف مع بعض كلنا ونرنم الترنيمة دي بثقة وبإيمان وإحنا ننتظر كلام الله الطيب يرسله إلينا في هذا المساء بقلوبنا وتفرح
الهم الطير تفرح بقلوبنا وتتشجع إلهنا حاضر إلهنا حاضر وسطينا إلهنا حاضر إلهنا حاضر وسطينا إلهنا ساكن أرواحنا وحضور مالينا ونحب قلوبنا وأفكارنا وإرادتنا فينا والجسد الواحد يجمعنا والحب الصادق يرفعنا وسلام الرب في قلوبنا صادق يرفعنا وسلام الرب في قلوبنا طول ما عمانوئيل معنا إلهنا ساكن إلهنا ساكن أرواحنا إلهنا ساكن إلهنا ساكن أرواحنا. وإحنا واقفين يا بيت نختم بعدد من ترنيمة اللي بيقول أدنو مني إنني جعت إليك أي جوع ربي منقذي حبيبي طيب القلب يسوع من قضى عني ومات بدلي أدنو منك إنني أدنو مني إنني جعت إليك أي جوع. يا رب النهاردة جوعنا ليك، جوعنا لكلامك، جوعنا لحضورك، ودينا يا رب فعلا نيجي وناكل ناكل نشبع نشبع بيك زي ما قال وان أشبع إذا استيقظت بشبعك. أنت يقوت حياتي يا من مات بدلي. منقذي حبيبي طيب القلب يسوع من قضى عني ومات بدلي أدنو مني إنني جعت إليك أي جوع سيدي
يغسل روحي ويداوي جروحي. إنه يغسل روحي ويداوي جروحي. فليدم لي يا حبيبي يا من مات بدلي. أيها الرب حبيبي يا من مات بدلي. تفضل استاذ. الاجتماع الاجتماع الحقيقي مش هو مجرد وعظة أو برنامج أو فريق ترنيم، لكن الاجتماع الحقيقي هو حضور إلهي للرب في الوسط. وما دام الملك في مجلسه أفاح ماردينِ رائحته. شكرا للرب اللي فرحنا وعزانا طيب قلوبنا انعشنا في الترنيم، وللرب كمان لرسالة خاصة مع كل قلب فينا. تعالوا نكمل مع بعض اللي ادهولنا مفيش خالص. نكمل مع بعض الرب ادهولنا بالأمس رسالة تيمساوس الثانية الأصحاح الثاني. قرينا امبارح الأصحاح الأولاني. تعالوا نقرأ مع بعض جزء من الأصحاح الثاني كمان. نفسي نقرأ بالتبادل. أقرأ آية بحضراتكم، تقروا آية كمان تاني. نقرأ مع بعض بالتبادل. فتقوى أنت يا ابن بالنعمة التي في المسيح يسوع. فاشترك أنت في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح. وأيضا إن كان أحد يجاهد لا يكلل إن لم يجاهد قانونيا. افهم ما أقول فليعطك الرب فهما في كل شيء. الذي فيه أحتمل المشقات حتى القيود كمذنب، لكن كلمة الله لا تقيد. هقرأ كمان عدد 14. فكر بهذه الأمور مناشدا قدام الرب أن لا يتمحك بالكلام الأمر غير النافع لشيء لهدم السامعين. فضلوا عدد 15. اجتهد أن تقيم نفسك لله. بالاستقامة. تعالوا نحن رؤوسنا ونصلي مع بعض. خلونا نصلي مع بعض، نطلب بركة خاصة على الكلمة. خلي الرب يعطينا ما ترنمنا فيه في هذه الليلة. أدنو مني إنني. هل أنت في حاجة أن الرب يقترب من نفسك في هذه الليلة؟ اقتربوا إلي فأقترب إليكم.
أخونا الأخ جورج، ممكن تطلب لنا بركة على الكلمة في هذه الليلة من فضلك؟ أشكرك يا رب. يا رب. آمين. رسالة تيموثاوس الثانية زي ما احنا عرفنا بالأمس أحبائي هي رسالة الأيام الأخيرة، هي رسالة الأيام الأخيرة، وهي آخر رسالة كتبها الرسول بولس قبيل انطلاقه إلى السماء. كتب رسالتين لتيموثاوس، الرسالة الأولى كتبها له لكي يشجعه في الخدمة وهو موجود في أفسس، الرسالة الثانية كتب له يشجعه لأنه دي الرسالة اللي كتبت قبيل استشهاده. فرق كبير قوي قوي روحيا ما بين الرسالة الأولى والرسالة الثانية، مع أن الفارق الزمني مش كبير أحبائي، الفارق الروحي الانحدار كبير قوي قوي، لكن الفارق الزمني كان قليل. على سبيل المثال في الرسالة الأولى قال له في أصحاح واحد وعدد عدد ثلاثة: طلبت إليك أن تمكث في أفسس لكي توصي قوما أن لا يعلموا تعليما آخر. خد بالك معايا، في الرسالة الأولى كانوا اللي بيعلموا تعليم آخر عبارة عن قوما قليلين. الرسالة الثانية زي ما قرينا امبارح قال له جميع الذين في أسيا ارتدوا عني، ارتدوا عني. بس خلي بالكم رغم أن الصورة قد تبدو قاتمة في الأيام الأخيرة، لكن الرسول بولس يشجع ابنه تيموثاوس من البداية: الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. الرسالة الأولى كتب عن الكنيسة، الكنيسة. كيف سمى الرسول بولس الكنيسة في الرسالة الأولى؟ أصحاح 3 عدد 15 من الرسالة الأولى هيقول لنا أن الكنيسة لها اسم جميل حلو قوي أحبائي، يقول له في عدد 15: إن كنت أبطئ فلكي تعلم كيف تتصرف في بيت الله. خد بالكم التعبير دوت عشان نقرأ نفس الكلمة تاني في الرسالة التانية: بيت الله عمود الحق. هي كنيسة الله الحي عمود الحق وإيه؟ قاعدة. إذن ماذا يسمي الكنيسة؟ ماذا يسمي دائرة المسيحية في الرسالة الأولى؟ يسميها بيت مين؟ بيت الله. لما تروح للرسالة الثانية تلاقي أن بولس بيتكلم عن المسيحية أو عن الكنيسة يسميها بيت كبير، بيت كبير فيه أواني للكرامة وأخرى للهوان. حد واخد باله من الفرق أحبائي؟ الرسالة الأولى كان اللي بيعلمه تعليم غريب قوما قليلين، الرسالة الثانية جميع الذين في أسيا ارتدوا عني. الرسالة الأولى كانت الكنيسة تحب الرب فكانت بحق عمود الحق وإيه؟ قاعدته. في الرسالة الثانية نتيجة أن الأمانة قلت والمؤمنين تناثروا بعده عن الرب، ودخل زي ما قال لنا جناب الراعي امبارح التبن مع الحنطة، التعليم المسيحية مع الفلسفية، تعليم الله مع تعليم الشياطين، التقوى الحقيقية مع الذين لهم صورة التقوى، فتحولت المسيحية إلى بيت كبير
بيت كبير فيه أواني للكرامة وأخرى الأخرى للهوان. خد فرق تاني كمان، خد فرق تاني. في الرسالة الأولى الرسول بولس كان بيوصي فئات محددة أمينة بتشتغل للرب، يعني يقول له وصي إن ابتغى أحدا عمل الأسقفية اشتهى عملا إيه؟ حسنا. مرة تاني يقول له فكر الإخوة بهذا، فكر الإخوة بهذا، في مجموعة من الإخوة مؤمنين حلوين، فكر الإخوة، فصحر بعد 6 من الرسالة الأولى، فكر الإخوة بهذا. لكن لما تروح للرسالة الثانية ها يلاقي لا في إخوة ولا أخوات، ها أما يلاقي إيه حبايبي، يقول له فكر أنت بهذه الأمور. وتتكرر كتير قوي في الرسالة الثانية أما ها أنت يا إنسان الله، قصد حضرتك تقول يعني إن 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 الصورة قاتمة وخلاص ما بقاش فيه مسيحية وما فيش مؤمن إطلاقا أحبائي، إطلاقا إطلاقا. الكتاب عايز يقول لنا إن كنا في الأيام الأخيرة والصورة قاتمة، لكن أرجع تاني وأقول الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. امبارح سمعنا عن مشجعات في الأيام الأخيرة، حد فاكر اتخذنا 3 مشجعات في الأيام الأخيرة الأصح الأولاني؟ 1 وعد الحياة، وعد الحياة التي في المسيح يسوع. يا أحبائي لم يعطنا المسيح تعاليم فلسفية وقال لنا حاولوا تطبقوها في حياتكم، لكن أعطانا الحياة، فيه كانت الحياة والحياة كانت نور للناس، وهذه الحياة ووعد الحياة لابد أن يغلب ولابد أن ينتصر. فيتم كلام الكتاب لكي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام. 1 وعد الحياة. حد فاكر حاجة تانية؟ رب الحياة. شكرا شكرا شكرا. الذي أبطل الموت، صح 1 وعدد 10 يمكن، الذي أبطل الموت وأنار الحياة والخلود بواسطة الإنجيل. ولأن هناك وعد الحياة فالنتيجة الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. ولأن لنا رب الحياة كانت النتيجة، حد فاكر يقول لكنني عالم بمن أمنت وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم. ثم المشجع الثالث كلمة الحياة. شكرا. تمسك، حد فاكر قلنا 1:13 تمسك بصورة الكلام الصحيح 1:13 أنا في الرسالة الثانية دلوقتي. تمسك بصورة الكلام الصحيح، وعلقنا كتير قوي امبارح على صورة الايه حبايبها الكلام الصحيح. يا على التعليم المزيفة اليومين دولت، يا على الكلام على اللي يقول الكتاب كده عنهم انه ان هم يحولون نعمة إلهنا إلى الدعارة. يا سلام على اللي بيستغلوا كلمة الله عشان خاطر يقولوا بها ضلالات حبايبي. لكن الرسول بولس بيقول له تمسك بإيه؟ بصورة الكلام الصحيح. ويختم الأصحاح الأولاني ويقول له خلي بالك يا تيموثاوس، خلي بالك. أي نعم أي نعم، إنه جميع الذين في آسيا عملوا إيه؟ ارتدوا عني. لكن الأمناء خلصوا ولا ما خلصوش يا حبايبي؟ لا ما خلصوش. يختم الأصحاح دوت بصورة لأخ تقي نقي بيحب الرب من كل قلبه اسمه أونسيفورس. على فكرة الأصحاح الأولاني يتحدث عن 7 شخصيات، الأصحاح الأولاني بس ما عدتش على الكلام دوت امبارح، هقولها بس بسرعة ديت. الأصحاح الأولاني بيتكلم عن 7 شخصيات، 5 أتقياء و2 أردياء. وكأن الكتاب عايز يقول حتى في زمن الأيام الأخيرة الأمنا كتير. إليا زمان زعل من الرب وقال له عايز نعيش للرب بقيته أنا وحدي، قال له لا وحدك إيه وحدك إيه، أنت بتتكلم إزاي؟ ده أنا أبقيت
أنا بحب الكلمة اللي جاية اللي بننساها دايما، أبقيته لنفسي. شكرا. أبقيته إيه؟ لنفسي. أصل الموضوع يخص ربنا فوق يا حبايبي. أبقيته لنفسي 7000 من الركب الذي لم تنحني إلى البعل. يختم الأصحاح الأولاني بصورة جميلة لأخ اسمه أنسيفوروس. وحلو أنسيفوروس دوت المريح. أنسيفوروس معناها جالب النفع. أنسيفوروس معناها المشجع حبايبي. ماذا فعل أنسيفوروس مع بولس؟ قال الذي مرارا كثيرة أراحني. يا رب يا رب يوجد وسطينا الأخ أنسيفوروس اللي يكون سبب راحة وبركة والتشجيع لإخواته. طلبني بأوفر اجتهاد فوجدني وطلب له طلبة جميلة. حد فاكر طلب له إيه؟ الرحمة اللي سمعنا عنها من أخونا نزيف التعليق من شوية. ما معنى كلمة الرحمة اللي طلبها له؟ يعني لما يموت يبقى الله يرحمه، صح كده؟ صح كده حبايبي؟ ويقولوا عليه المرحوم. أنا مش عارف المناسبة جابوها منين كلمة المرحوم ديت. يعني هو مين المرحوم بالظبط يا حبايبي؟ مين المرحوم؟ اللي بيموت هو ده. أنا بستغرب قوي، يبقى خاطي شرير نجس فاسد يقول لك المرحوم فلان، برضو الميت لكرامته يا حبيبي. أي كلام في أي حاجة. يعني عارف مين اللي مرحوم حضرتك؟ الرسول بطرس يقول لنا كده، الذين كنتم قبلا غير مرحومين وأما الآن فمرحومون. يعني مين المرحوم؟ أنا المرحوم. يعني لما أجي أعرف نفسي لحضراتكم أقول لكم أنا الأخ المرحوم إلي كرولوس. أنا أقول عن نفسي لحسن حد يزعل مني. يعني أحب تقول عن روحك أنا مرحوم بجد. فلما تيجي تسلم هقولها لك أنت برضو كمان، أهلا بالمرحوم. مرحوم ولا مش مرحوم حضرتك؟ كنتم قبلا غير مرحومين وأما الآن فمرحومون. فطلب إليه رحمة. الرحمة في الكتاب، الرحمة في الكتاب لها معاني كتير على فكرة. يعني الرحمة معناها غفران الخطايا، معناها ده واحدة. والرحمة معناها إنقاذ من مواقف صعبة. يعني مثلا يقول عن أبو فروديتس الذي مرض وقارب بالموت لكن الله رحمه. رحمه يعني شفاه. والرحمة هنا تعني لها معنى آخر أحبائي، مكافأة أمام كرسي المسيح. ليعطيه الرب أن يجد رحمة في ذلك اليوم. اتكلمنا امبارح عن التشجيعات، والنهاردة هيكلمنا الرب عن نصائح لإنسان الله في الأيام الأخيرة. أصحح 2 في 7 نصايح. طبعا الوقت غالبا مش هيكفينا ناخد 3 منهم أو 4 حسب ما الوقت يسمح. نصايح لإنسان الله في الأيام الأخيرة. حد فينا مش محتاج النصايح ديت؟ ممكن تنعس، لكن لو أنت محتاج النصايح ركز قوي وقول للرب يا رب يعني ارشدني ارشدني يلي مكتوب برأيك تهدين. النصيحة الأولى أصح 2:1، فتقوى. كلها تيجي في لغة أفعال أو أمر إلهي. كلها النصيحة اللي نسمع عنها كلها عبارة عن أفعال. أفعال نمرة 1، اعمل إيه؟ فتقوى أنت يا ابني بالنعمة التي في المسيح يسوع. أول نصيحة تحتاج إليها يا تيمساوس في الأيام الأخيرة، أنت محتاج فيتامين. أنت محتاج الإميون سبريتشوال إميون سيستم بتاعك إن هو يزداد عشان تقدر تريزيست أجينست أول ذا فيروسز الموجودة حواليك اليومين دولت. أنت محتاج معونة، محتاج فيتامين. إيه نوع الفيتامين اللي ينفع معانا في الأيام الأخيرة؟ فيتامين حلو قوي أنا أنصحكم بيه، اسمه النعمة. النعمة. وزي ما قلت إن الرحمة ليها معاني وعمل كبير قوي قوي، النعمة كمان ليها أعمال كتيرة قوي. فالنعمة خلصتنا، لكن كمان النعمة تقوينا وتشجعنا
وتشددنا. Be strengthened through the grace which is in Christ Jesus. ازاي اتقوى؟ ازاي اتشجع؟ الا من خلال سندة إلهية اسمها النعمة. وانا عايز اعرف كلمة النعمة المقوية. في نعمة مخلصة مش هتكلم عنها دلوقتي، مش موضوعنا الليلة دي، لكن في نعمة مقوية. مقوية ايه هي النعمة المقوية ديت يا اخواتي؟ هي عبارة عن عطية إلهية لمواجهة ظروف البرية. عطية إلهية يومية لمواجهة ظروف البرية. حد فيكم بيستخدم دواء ديلي لازم ياخده كل يوم؟ في حد فينا؟ أنا بستخدم دواء لازم أخده الصبح، ولو ما خدش الدواء الصبح دوت يبقى جسمي ملخبط. لازم أخد الجرعة ديت. لازم. مش 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 أديكشن ولا حاجة، ما تخافوش يعني ولا حاجة، لكن هي لأن أنا شايل الثيرويد مثلا، فأنا باخد الريبليسمنت بتاعته، فلازم أخدها. وما خدتهاش ده مشكلة كبيرة، تلخبط جسمي كله، كل الجسم تلخبط حبايبي. بس العجيبة قوي إننا نهتم قوي بالجسد ولازم نديله الدواء بتاعه، وسايبين أنفسنا وأرواحنا. ها الواحد يهتم عمال مديها لحمة ومديها تشيكن ومديها بتاع وفروتس وديها، ولو بعد كده يقول لك عايزين نعمل دايت في الآخر يعني. وسايبين أرواحنا وسايبان نفوسنا. الواحد عنده هزال، لا قادر يفرح ولا قادر. لماذا أنت ضعيف يا ابن الملك؟ ما بتاخدش الجرعة، الدوز ما بتاخدهاش حضرتك، الدنيا ملخبطة معاك، أنت محتاج تاخد الدوز السبريتشوال دوز المهم جدا ليك. إزاي بتقدر تطلع تروح العالم وأنت مش واخد الفيتامين دوت؟ ازاي تقدر تقابل الشياطين؟ ازاي تقدر تقابل النجاسة؟ ازاي تقدر تقابل الاحباطات؟ عشان كده في الايام الاخيرة تقوى انت يا ابني بايه؟ بالنعمة. خد الدوز دوت الله يخليك. او ما تصحى الصبحية، او تصحى الصبحية ابلعه، خده، اتشجع بيه، تقوى. وعلى فكرة دوت حاجة انديفيديوال، ده مش يعني حاجة كده ناخدها مع ده كل واحد لوحده. فتقوى ها أنت بالنعمة. السؤال الواحد يقول لي طيب أجيب منين الدوز ديت؟ أجيبها منين؟ ها؟ أجيبها منين؟ أين أجد هذه الجرعة؟ بصوا معايا هنا، بيقول له تقوى أنت بالنعمة التي ها؟ ما تقروا معايا في المسيح يسوع. في المسيح يسوع المستودع الكبير. حلو قوي الترنيمه اللي رنمتوها، ربنا يبارك. ادنوا مني انني جعت اليك اي جوع. انت يا يقوت حياتي، يا من مات مستودع الفارماسي دل المسيح يسوع الذي من ملئه نحن جميعا. حد يقول معايا أخذنا ونعمة فوق نعمة. حضراتكم تعرفوا أكتر مني بالإنجليزي طبعا، عارفين نعمة فوق نعمة بتيجي بالإنجليزي grace after grace، نعمة تالي نعمة، نعمة بعد نعمة. لكن كمان في مستودع تاني أقدر أجيب منه النعمة دي. أنا سمعت الإجابة من شوية، في حاجة اسمها عرش النعمة. وباي زوي عرش النعمة غير الأقداس، لازم نفرق بين الاثنين. الأقداس حاجة ها؟ لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس للعبادة وتقديم السجود، لكن هناك مكان آخر ندخل إليه اسمه عرش النعمة to obtain. فالأقداس to offer، عرش النعمة to obtain، لكي نحصل على. لقطوا الفرق يا حبايبي عشان ما نلخبطش فيه تاني مرة تاني؟ أننا ندخل إلى الأقداس لكي نعبد، لكي نقدم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح، لكنني أدخل إلى عرش النعمة لكي ننال حاجتين،
ننال رحمة ونجد نعمة. ها؟ عونا. حلوة قوي كلمة عونا في حينه. At the time of need. روح عرش النعمة. مضغوط روح عرش النعمة. حيران روح عرش النعمة. مش عارف راسك من رجليك اروح فين واجي منين روح عرش النعمة. حاسس مش قادر تتحمل روح عرش النعمة. عايز فرح روح عرش النعمة. عرش النعمة عرش النعمة. ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. النصيحة الأولى لإنسان الله، أنا امبارح قلت إن الرسالة دي موجهة إلى تيمساوس بصفته إنسان الله. إنسان الله، وكل مؤمن مننا هو إنسان الله، لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل أعمال صالحة. النصيحة الأولى: تقوى بالنعمة التي في المسيح يسوع. النصيحة رقم اثنين، رقم اثنين، عدد ثلاثة. زي ما اتفقنا مع بعض كل نصيحة بتيجي بلغة أمر إلهي، تقوى. النصيحة الثانية، حد يقرأ معايا؟ فاشترك. أنا بتعجبني قوي برضو أنت. تقوى أنت، اشترك أنت، عشان لحسن تفتكر ان الكلام ده للاخ اللي وراك، يعني ده الكلام ده لحضرتك انت، ليا انا. اشترك انت في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح. مشكلة النهاردة المؤمنين والوعاظ، والوعاظ غير الامناء، صوروا للناس ان الكريستيان لايف از ا بلاي جراوند، but really it is a battleground. موافقين معايا يا حبايبي؟ صوروا ان المسيحيه هي منتزه، ملعب، بارك. انت تيجي للمسيح تبقى healthy wealthy wisey، تعال المسيح كل حاجه تبقى تمام، هتخف، هتشفى، هتاخد فلوس، هتطير، هتروح، هتيجي، وربنا يبقى علاء الدين، يجيب لك مصباح، وأول ما تصلي يقول لك شبيك لبيك، أنا يسوع وبين إيديك. عايز إيه حضرتك؟ اللي أنت عايزه، اللي أنت عايزه. وعلى فكرة الوعاظ اللي بيوعظوا النوع دوت بيحضروا لهم جناب القسيس، يحضروا لهم ألافات، وأنا أعرف أنا بقول عن إيه حبايبي. هنا في أمريكا عندكم يقول له نكتتين في أول الوعظة، وبعدين يعمل لهم مساج روحي. ايه المساج دولت؟ انتوا هتروحوا وتيجوا والوقت والقوة والباور والبتاع، وحرام الواحد يطلع منهم برا يجي له مرض يكفر بربنا. لا، يقول لك ده كلام كذب. زي قابلت شاب في احدى بلاد الصعيد، بنقول له تعال احضر النهضة، قال لي اوعى حد يقول ربنا والنهضة تاني. اوعى. ايه يا عم، حد زعلك في حاجه؟ قال لي جم اتنين صلوا معايا وقالوا انت هتجيب 95% في الثانويه العامه وجبت 55%، ربنا كذب عليا. لا، ربنا مش دعوه بالموضوع ده خالص، على فكره ربنا مش دعوه بالموضوع ده خالص. انا اؤمن ان المسيح يعطي، انما خير ورحمه يعملوا ايه؟ الذي باركنا بكل بركه روحيه في السماوات، يعطي اكثر جدا مما نطلب او نفتكر. لكن أرجو أن لا ننسى أن الحياة المسيحية ونحن نعيشها هنا في الأرض هي حرب، هي معركة، هي فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم. المؤمنين الحلوين اللي بيفهموا الحياة ديت يجوا الاجتماعات متعزين، مرضى فرحانين، مفلسين متعزين، ما عندهمش مرفوعين. الا ايه الحكايه؟ مش مصدومين ليه؟ يلا احنا اصل عارفين الباكج دوت احبائي. اولا بركاتنا مش ارضيه، بالمناسبه احنا بركنا بكل بركه ايه؟ روحيه في السماوات، ومع ذلك فهو لن يعوزنا الى شيء. موافقين معايا حضراتكم؟
فليست بركتنا هي غنم ومعجنك وسلتك وأرضك فكان بولس فقيرا وكان تيمساوس مريضا، صح كده حبايبي؟ وكان يوحنا الحبيب منفيا. طب دولت متباركين ومش متباركين يا حبايبي؟ متباركين جدا، متباركين جدا، بس هم فاهمين ان البركات مش ارضيه، وفاهمين قوي ان الحياه مع المسيح قالها لنا في العالم سيكون لكم ضيق. عشان كده النصيحه الثانيه لينا النهارده، اشترك انت في احتمال المشقات، اشترك، تيك بارت. ممكن تشاركنا؟ يعني النهارده لو قلت احنا عندنا قعده جميله وعندنا حفله وعندنا اوبن بوفيه، مين يحب يشاركنا في الاوبن بوفيه؟ طبعا هتلاقوا ان كل لونج بيتش موجوده هنا بكره. طيب ايه رايكم بقى؟ هنبه تنبيه تاني. هنبه التنبيه التاني، احنا هنخدم الرب وننزل نوزع نبز، بس هتقابلنا مشقات وهيقابلونا ناس ويضطهدونا ويتعبونا ويقرفونا. كم واحد يحب يشترك معانا؟ لا، في، نشكر رب، اخوة زيكم حلوين، امنا يشتركوا، بس واحد على مية. احبائي اشترك انت. يعني اشترك، تعال 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 اشترك، تعال تعال خد نصيبك، تعال شارك. لقد صرنا شركاء الطبيعة الإلهية ونحن شركاء المجد العتيد، ونحن أيضا شركاء آلام المسيح. أنا يوحنا، من يكمل معايا؟ أخوكم وإيه؟ وشريككم في الضيقة وفي ملكوت يسوع المسيح وإيه؟ وصبره. اشترك. عشان كده فخور وأنا بشارك المسيح في احتمال المشقات كمنتصر. بس خد بالك معايا من الترتيب بتاع الكلام. قال له تقوى في الأول ولا اشترك في الألام الأول؟ طبعا طبيعي، واحد عنده أنيميا والدنيا عيني والضغط عنده هايبو، مش كده؟ والسكر هايبو وكله هايبو ومفيش حاجة خالص كده عدلة عنده، حاجة خالص، والدنيا واقعة معاه. أقول له تعال شيل المنبر معايا يا محبوب. منبر اللي يشيل معايا؟ وقت يشيل روحه. الأول يعمل إيه حضرتك؟ ها؟ يتقوى، ضغط كده يتظبط، السكر يتظبط، اللي مش عارف المناعة تتظبط، السترينس بتاعه والمش عارف إيه يتظبط. يبقى كده أقول له تعال اعمل إيه حضرتك؟ شيل معانا. النصيحة الأولى ليا وليك في الأيام الأخيرة، حد مركز معي؟ واحد، تقوى أنت يا ابني بالنعمة التي المسيح يسوع. النصيحة رقم اثنين، اشترك أنت في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح. ثلاثة، عدد ستة، عدد سبعة، افهم. اوعى تزعل مني حضرتك، ابقى ازعل من بولس لو الكلمه مش عاجباك. يعني انا يتقال لي افهم؟ يتقال لي انا، لكن حضرتك مش عارف، يعني انا ماليش دعوه بيك. افهم، ده انا بفهم في السياسه كويس قوي، حلو، وفي الرياضه وفي العلم وفي بس على فكره مش هو ده الفهم اللي بيتكلم عنه. في فهم انا وحضراتكم نحتاج اليه. قال عنه الرسول في كلوسي واحد، قال انا بصلي اجلكم لكي تمتلئوا من معرفته مشيئته في كل حكمه. من يكمل معايا؟ وفهم روحي، فهم روحي، spiritual understanding،
فهم روحي. انا عمال اركز فيها ليه كتير؟ ها، لان ممكن اكون بفهم في كل حاجه في الدنيا بس ما فهمش فهم روحي. وعشان اقدر اعيش عيشه مسيحيه مظبوطه انا محتاج فهم روحي. يعني ايه فهم روحي يا اخواتي؟ يعني ايه فهم روحي؟ يعني افهم الامور بطريقه ربنا. اقول تاني، افهم الامور بطريقه ربنا، ابص على الامور واحللها بالمنطق بتاع ربنا فوق. اهو دوت اسمه فهم روحي. وفرق كبير قوي 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 من الفهم البشري، ها، والحكمة البشرية الأرضية النفسية الشيطانية اللي قال عنها يعقوب، حد فاكر؟ وفي فرق بين الحكمة، ها، النازلة من فوق اللي مضيع المؤمنين اليومين دولت، عايزين يعيشوا لربنا بس يعيشوا له بطريقتهم الايه؟ البشرية. فالدنيا كلها داخلة في بعضها. أجيب لكم مثل من الكتاب على الفهم الروحي والفهم البشري. تحبوا تسمعوا مثل من الكتاب؟ إيه رأيكم؟ داود طالع مطرود من أبشالوم، وهو طالع مطرود من أبشالوم طلع عليه واحد اسمه شمعي ابن جيرة. حد فاكر القصة ديت؟ ومسك حجارة يرشق داود، اصعد يا رجل الدماء، ربنا جاب عليك وهيعمل ويسوي فيك. خدوا بالكم معايا الفهم البشري والفهم الروحي بقى جاي اهو. اللي ماشيين مع داود دمهم غالي. قالوا ازاي؟ مين دوت عشان يسب سيد المسيح الرب؟ واحد منهم قال اسمح لي واعبر واقتل هذا الكلب. من هو هذا حتى يسب سيدي؟ ها؟ مسيح الرب. ده بدا يشغل ايه بقى ده حضراتكم بقى؟ ده الفهم البشري. يعني واحد بيشتم الملك، يعني عايز افهمها حضرتك يعني، وده حته بتاع صعلوق ودوت الملك الكبير بتاعنا. يبقى الفهم البشري بيقول ان دوت كلب، ويعني لازم اروح اعمل ايه؟ ها، راح اقتله. اهو شغل الفهم البشري. هم على فكره مش بقول الفاظ من عندي، ده الفاظ اللي الكتاب قال عنها كده. اسمح لي واعبر هذا، اقتل هذا الكلب، من هو حتى يسب سيدي مسيح الرب؟ ده الفهم البشري. يلا بقى شوف الفهم الروحي لما يشتغل بقى. ها، حد يغششني؟ ايوه الله يباركك يا اخ عادل. بص كده بقى، داود بقى ربنا كرمه والفهم الروحي اشتغل عنده. قال لهم مالي ولكم يا بني سراوية، انتوا يعني زعلانين ليه؟ زعلانين مش تعمل ده يعني. هدي حبيب هدي، ده ربنا اللي بعته. ايه؟ ربنا بعته؟ ربنا زق عليا. دعوا لأن الرب قال له، ها، سب داود. ربنا يرحمني وسامحني. هو سامح، ومش ربنا قال له اشتم، ربنا مش بتاع شتام على فكره، بس ربنا زق عليا عشان خاطر يعني عايز يأدبني. ربنا يعني ده الفهم الروحي، ده الفهم الروحي. عايزين نعيش صح في الايام الاخيره، يلا نقول للرب املانا من الفهم الروحي، نمتلئ من معرفه مشيئتك في كل حكمه وفهم روحي لتسلكوا كما يحق للرب في كل رضا، مثمرين ونامين في كل عمل صالح. افهم ما اقول. واحد زي حالاتي كده غلبان وتعبان، قال طب واجيب منين الفهم دوت يا رب؟ يلا حد يكمل معايا الايه. فليعطيك الرب فهما، ها، اللي محتاج فهم زي حالاتي. يلا في حل الليلة دي، تعالى إليه وسلم ليه وحط حياتك، هيديك فهم. فليعطيك الرب فهما في كم حاجة حضرتك؟ لا قولوها معايا، في إيه؟ في كل شيء. في الكنيسة، والبيت، أيوة، والغيط، أيوة، والشق، أيوة، ومعاملتك مع أيوة، وردك مع المسيء، أيوة،
وخدمة ربنا أيوة، والعلاقات أيوة، يعطيك الرب فهما فيه كل شيء، والعقل يحفظك والفهم ينصرك. يلا ناخد الرابعة ونختم بيها وكفاية. حد فاكر أول نصيحة الإنسان الله في الأيام الأخيرة؟ واحد، تقوى أنت يا ابني بالنعمة التي في المسيح يسوع. حد فاكر النصيحة الثانية؟ فاشترك أنت في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح. ربنا عايز جنود اليومين دولت، مش عايز عيال يلعبوا، لكن جندي احتمل المشقات، تعبان يروح يخدم، متألم شايل مسؤولية، مضغوط جاي يحضر الاجتماع الليلة دي، جاي من شغله يمكن مش وجاي الاجتماع. جنود 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 جنود، حاجة جميلة، حاجة تفرح بصراحة لما باجي الكنيسة عندكم واشوف في الويك دايز وناس جايين تعبانين وسيئين وبيحضروا الاجتماع، حاجة جميلة جدا، حاجة جميلة، حاجة مشجعة. جندي صالح لمين؟ ليسوع المسيح. ثلاثة، افهم فليعطك الرب فهما فيه كل شيء. خذ النصيحة الرابعة، عدد 8، اذكر اذكر يسوع المسيح. المقام من بين الأموات. الرسول بولس يتكلم كثيرا عن المسيح الذي مات، كثيرا جدا، وهي أساس كرازتنا المسيح الذي مات، وأيضا تكلم كثيرا عن المسيح الذي قام. لكن لما حب يشجع ابنه تيمساوس قال له أذكر يسوع مش اللي مات، لكن يسوع اللي قام. شمعنا شمعنا لسببين على الأقل. يعني السبب الأولاني، طب مش بتقول أيام أخيرة مش بتقول إنه في وحوشا في أفسس؟ مش بتقول إن الناس ارتدوا عن الإيمان وسابوا الخدمة في الأيام الأخيرة ديت؟ طب اللي يشجعني أذكر يسوع المقام عشان تتشجع. أنا قلت ليها سببين. السبب الأولاني أن المقام دليل الانتصار أحبائي. فيقول الكتاب في أفسس 1، إذ أقامه من الأموات وأجلسه عن يمينه في السماويات وأخضع كل شيء تحت قدميه وإياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده، ملء الذي يملأ الكل في الكل. اخدم الرب يا تيمساوس، عيش مع الرب يا تيمساوس يا حبيبي، وتأكد أنك تتبع مسيحا منتصرا قام غالبا ناقضا أوجاع الموت، إذ لم يمكن أن يعمل إيه؟ أن يمسك منه. لكن سبب الأخير أختم بكلامي، ليه قال له أذكر يسوع المسيح المقام؟ لأن القيامة كانت مكافأة للمسيح، القيامة كانت أحقية له، حقية لكن مكافأة أيضا. ممكن عشان أوضح المعنى دي أطلع رؤية 3:21، رؤية 3:21، اسمع ماذا قال المسيح لملاك كنيسة اللودوكيين. وكنيسة لودوكية هي كنيسة الأيام الأخيرة أو حالة المسيحية في الأيام الأخيرة اللي فيها الحالة زي ما قال ربنا ليتك كنت باردا أو حرا هكذا، لأنك فاتر أنا مزمع أن أتقيأك من فمي، فكن غيورا وتب. ثم ختم المسيح رسالته لهذه الكنيسة بالقول من يغلب. حد رأى الآية؟ من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرش. والسؤال متى جلس المسيح في هذا العرش أحبائي؟
هرجع تاني لأفسس واحد، أنا هكمل آية دلوقتي. عندما أقامه الله من الأموات وعمله أجلسه، قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداؤك موطئا. المسيح يقول ذات الكلام أحبة، من يغلب؟ من يغلب هأعطيه نفس المكافأة التي أخذتها. كلام كبير، وهو ده كله كلام كبير على فكرة، هو ده بس قد كبير يعني، كله كلام كبير. كما اقرا معايا، كما غلبت انا وجلست مع ابي في عرشي. حد لقط المعنى احبائي؟ تيمساوس، اخدم، اغلب، عيش، تمم خدمتك يا حبيبي. طب واللي شجعني يا بولس؟ قال اذكر مين؟ ها، وانا طول ما انا باصص على المقام من الاموات دوت، اسمع صوته بيقول لي من يغلب، من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي، كما غلبت أنا وجلست مع أبي فين؟ في عرشه. عشان كده كل المؤمنين الحلوين الفرحانين المتشجعين ماشيين كده طابور، بتخيل كده دايما كده وأنا بصلي، طابور كده حلو من المؤمنين، بيقول عنهم المرنم في موكب جيش الغالبين سوف أسير مع يسوع، مع يسوع. دي النصيحة الرابعة اللي الرب كان عايز يقدمها لنا الليلة دي. هكتفي بالأربع نصايح دولت. أشجعك كمل بقية الأصحاح، تأمل في بكرة الصبحية كده لو ربنا اداك وقت، وطلع نصايح جميلة حلوة أنا وإنت محتاجينها في الأيام الأخيرة. النصيحة الأولى، تقوى بالنعمة التي في المسيح يسوع. النصيحة الثانية، اشترك احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح. النصيحة الثالثة، افهم ما أقول فليعطيك الرب فهما في كل شيء. النصيحة الرابعة والأخيرة، اذكر يسوع المقام من بين الأموات. يلا نحن رؤوسنا كلنا ونصلي مع بعض. صلي معايا، اسكب قلبك ويانا. شجعك والروح القدس بيشجعني معاك. ايام اخيره، ايوه، الضلال كتير في المسيحيه، ايوه، بقت بيت كبير كبير، لكن نشكر رب في اواني الكرامه نافعه للسيد مستعد لكل عمل صالح. طب اللي يشجعني واللي عايز تقوله لي يا رب؟ خد جرعة الدواء بتاعك كل يوم الصبحية، تقوى أنت يا ابني بالنعمة. يا نفسي اوعي تخرج الصبحية بدون ما تاخدي نعمة فوق نعمة. وإذا كنت بتشرفني أحتمل المشقات، ده شرف ونعمة وبركة ما استاهلهاش. فالتلاميذ لما جلدوا ذهبوا فرحين، إذ حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه. يعني أنت شرفتنا نتهان عشانك ونحتمل المشقات لك المجد. اديني فهم من عندك يا رب، واديني اشترك في احتمال المشقات. تعالوا احنا بنصلي، اطلب من اخونا الاخ سعد يطلب لينا معونة ونعمة عشان نقدر في الايام الاخيرة نكرم الرب. قد ايه الرب فرحان بينا احنا جايين الليلة دي كده جماعة مؤمنين جايين ركعين عند رجلين الرب، نقول له علمنا، فهمنا، شجعنا، شددنا. شجعك وشجعك ما تطلعش من الاجتماع النهارده من غير ما تاخد جرعه نعمه، ويبقى عندك اصرار في كل صبحيه تقعد في عرش النعمه مع الكتاب المقدس عشان تاخد معونه من الرب يسوع.